اهلا بكم مجددا مشاهدينا، وبنعيد الترحيب بالكاتبه الصحفيه ساميه زين العابدين. اهلا بك. وكنا توقفنا معك عند ايه الاليات اللي تقدر مصر يعني تخش بيها سوق متنامية زي السوق الأفريقية، دخل فيها زي ما بيقول على المستوى الاقتصادي غيلان اقتصادية زي الصين اللي حتى الولايات المتحدة قلقانة منها في أفريقيا، روسيا قلقانة من التحرك الصيني في أفريقيا. لو جت مصر دلوقتي تخش الأوراق والآليات اللي ممكن تلعب بيها قدام التغول الأمريكي الصيني الأوروبي في أفريقيا من وجهة نظري. ما هو برضه هو ده التغلغل الصيني والامريكي والاوروبي بالاضافه للاسرائيلي طبعا، يعني طبعا في دول الخليج السعوديه الكويت. لكن النهارده الدول دي لجأت لمين؟ لمصر. خليني اقول لك ان مقارنة هنا يعني تصلح ما بين الدول الخليجيه وما بين الدول الافريقيه، ايضا بين الدول الافريقيه. لان بصي انا هقول لك على حاجه، بالنظر لمعاناه الدول الافريقيه، ويعني لو اتكلمنا عن الخليج احنا بنتكلم عن قدر من الرفاهيه والنمو الاقتصادي يختلف تماما عن معاناه الشعوب الافريقيه. لا، في عندك دول افريقيه ما تروحيها وتبقي واصله فيها وتنزلي فيها تتصوري انك على قطعه من دول اوروبا. لا، في دول افريقيه دي تحديدا جنوب افريقيا وزيمبابوي مثلا، اللي هي الدول يعني اللي عملت ميكس بين الحضاره الغربيه والحضاره الافريقيه. خليني اقول لك ان برغم كل المفارقات اللي احنا بنشوفها وبنتكلم عنها، لكن اقول لك ان اجتماع الدول الافريقيه واتخاذها القرار اللي اجبروا على التجميد عضويه مصر، علشان تبقي عارفه ان هذا القرار عندما صدر صدر بغير اراده هذه الشعوب. الشعوب ما كانتش موافقه على هذا القرار، ولكن لان تدخل الولايات المتحده الامريكي السافر وتدخل اسرائيل والعناصر الاوروبيه اللي اثرت طبعا، وجنوب افريقيا اللي لها موقف عدائي غير مبرر ضد مصر، واللي قادت هذا الموضوع من اجل ان لازم مصر تجمد افريقيا. ليه؟ لان المطلوب ابعاد مصر وعدم عودتها، زي ما هو مطلوب عدم قيام مصر بدورها في الوطن العربي. هو الوطن العربي والدول العربيه دول عاجزين، ولكن هم عارفين كويس جدا ان رمانه الميزان هي مصر، والدول الافريقيه تعي هذا تماما. وانظروا كويس جدا الى كيف يتم الترحيب في هذا اللقاء بالاجماع، مش كده؟ طيب هم عايزين مصر في ايه؟ لو هم برضو جنوب افريقيا والولايات المتحده ما قدرتش تقف قدامهم لما عايزوا يرجعوا مصر. طيب يعني خلينا نكون متوازنين. خليني اقول لك ان لان مع الاسف الشديد الفتره العصيبه اللي مرت بيها مصر والدور اللي لعبته الولايات المتحده الامريكيه سواء في مصر او الدول البرتقاليه، الثورات البرتقاليه في أوروبا الشرقية، خلت هذه الشعوب الرؤساء هذه الدول تخشى على بلادها. البعبع اللي عملته الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الدول وكافة دول العالم، طب ما هي دول الخليج والدول العربية كانت صامتة لما يحدث في مصر، مش كده؟ لكن عندما خرج الشعب المصري، وعشان كده بقول وهفضل اقول هذا الشعب العظيم حزب الكنبه اللي بيغير مجرى التاريخ في حاجات كتير جدا، هو رمانه الميزان في مصر، هو الذي اسقط هذه الدوله المتعجرفه مع حلف الناتو من هذه الدول. عشان كده أول ما الشعب المصري صنع هذه المعجزة في 30 يونيو، شفت الدول العربية هبت إزاي، وبالتالي الدول الإفريقية هبت. شفنا روسيا، طب ما روسيا كانت موجودة والصين، ما خدوش موقف ليه؟
إذن إرادة الشعب المصري هي الإرادة اللي بتغير كل شيء، هي الماسة اللي محدش يقدر يحصل عليها غير شعبها. بس خلينا نتوجه لأفريقيا تحديدا، هو كان اعتراضهم على ان كان عندهم التباس في الامور في ثوره 30، يعني الاتحاد الافريقي تحديدا حين جمد عضويه مصر هو كان يريد التاكد من ان ثوره 30 يونيو هي ثوره حقيقيه بتمثل الشعب المصري، وكان يريد التاكد من ان ما افرزته تلك الثوره من قيادات سياسيه هي تمثل ايضا الشعب المصري، وده اللي عمله لما بعت وفد لمراقبة الانتخابات الرئاسية الأخيرة. أنا عايزة أقول لك على حاجة، في مقولة بتتقال المراد إنها حق وهي باطل، بمعنى زي ما بيقول لك الولايات المتحدة عايزين نتأكد، والدول الأوروبية والعالم كله عايزين نتأكد، والدول الأفريقية ما هي ماشية ورا ماشية في الصف، هي الناس دي ما كانتش شايفة، ما شافتش، جوجل ما قالش العدد اللي كان موجود وفقا للمساحة. خليني أقول لك إن مع الأسف الشديد هم يريدون أن يروا ما يريدون أن يروا، وما لا يريدون أن يروا أيضا ما بيشوفوش. بس ما فيش شك يا أستاذة سامية إن المرحلة الانتقالية وتوقيتات خريطة المستقبل اللي تمت يعني بدقة شاهد بها العالم سواء فيما يتعلق بالاستفتاء أو بالانتخابات الرئاسية هو قطع الطريق على كل ده، ووصل الاتحاد الإفريقي لأنه يقر بأن هو من جواه كان جواه مقر. هو لعلمك يعني مش عايزة أقول لك إن الدول الإفريقية كانت تعلم جيدا أن ما حدث في مصر هو الحقيقة بعينها، ولكن الخوف والرعب من هذا البعبع الأمريكي اللي كان اللي مسيطر على العالم كله، الدليل على كده ايه اللي بيحصل في اوكرانيا؟ الشعوب بدات تخرج لانها شعرت ان هناك من خرج واستطاع ان يغير التاريخ، وبالتالي انت هتشوفي على فكره في الايام القادمه ثورات اخرى في شرق اوروبا. ده الناس اللي لازم هتشوفه، لان النهارده مع الاسف خلاص الولايات المتحدة الأمريكية هذه الهالة سقطت. طيب حضرتك تتكلمي عن ضغط الولايات المتحدة، في يعني جانب آخر أيضا يوضع في الاعتبار أن استقرار مصر داخليا طبعا، والرسالة اللي تبعت إلى الجميع بأنها طبعا دولة مستقرة أمنيا طبعا وسياسيا، هو يعني أمر يدفع الدول الإفريقية إلى احترام هذه الدولة وعدم التعدي على حقوقها المائية أو حقوقها السيادية. لو تحدثت عن يعني القرار الخاطئ اللي اتخذ من الاتحاد الإفريقي بتجميد أنشطة مصر لحين تصحيح وعودة مصر إلى الاتحاد الإفريقي، هذا جانب أيضا تعتقد أنه سيساهم في عودتنا المأمولة إلى إفريقيا؟ طبعا أنا متأكدة أن من منذ قيام هذه الثورة والنظرة تغيرت تماما لدول كثيرة، ومتأكدة أكثر منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي ب 23 مليون و 700 ألف صوت، ده بخلاف ال 11 لجنة اللي تم إلغائها. عرفوا كويس جدا إن دي إرادة شعب مش إرادة حد تاني، وبالتالي الناس دي لما يبقى رئيس قوي مسنود من شعبه مش مسنود من حد تاني، تأكدي ان هيبقى الوضع مختلف. لو نظرنا للسابق للرئيس انور السادات كيف وقف الشعب معه، لو نظرنا الى الرئيس جمال عبد الناصر كيف وقف الشعب معه، حد يتخيل رئيس منهزم ونكسة وجيش شبه اتدمر الشعب يخرج يقول له لأ اقعد وسنقاتل؟ انت عندك شعب جبار، شعب فرعوني فعلا، شعب لا يمكن اي بني ادم هيقدر يفك رموز هذا الشعب. جيناتنا عمرها 7000 سنة، محدش هيعرف ايه هي الجينات اللي موجودة عندي وعندك، وبالتالي الناس دي بتحترم ارادة الشعوب.
لما يبقى رئيس قوي وراه شعب ذو إرادة بيغير، لا انت الناس كلها هتحترمك والناس كلها هتقف جنبك والناس كلها هتجري عليك. انظري دلوقتي ازاي الدول بتتكلم، شوفي ازاي الحكومات بدأت تغير. بس كانت امريكا، شوفي كيري هو كان موجود هنا كان بيتكلم بيقول ايه. صراحة ما قاله كيري هو باعوا الاخوان، لانه عارف كويس جدا ان لن يكون له وجود، وبالتالي لغة الاقوى اللي موجودة على الساحة ستظل هي اللغة المعروفة او اللي معترف بها على مستوى العالم كله. انظري الى السيد بان كي مون، مش هو ده بان كي مون اللي كان كل شوية عرفنا بتصريحاته طلع يقول ايه؟ اذا انت امام موقف متغير، وبالتالي القارة الافريقية كانت تنتظر هذه اللحظة تماما مثل الدول العربية التي كانت تنتظر هذه اللحظة، مع الفارق وانا مؤمنة بهذا تماما ان امريكا لن تغير مسيرتها. هي بتطلع تتكلم لكن اللي بتعمله بتعمله من تحت الترابيزة، وبتعمله من خلف ستار، وبتعمله من خلال تحريك عرائس المارونيت اللي هي بتلعبها، لكنها مش هتنتصر طول ما في شعب قوي، طول ما في إرادة. عشان كده بقول اللغة الفلكلورية اللي بتبقى بين الشعوب، ما بقولش المسلسلات والأفلام، لأن مع الأسف الشديد إحنا الناس اللي موجودين على صناعة السينما يعني مش لاقي كلام أقوله غير منهم لله، لأنهم بيسيئوا إلى مصر. هل مصر كلها طبعا تاني طبعا يعني هو ده مش هتكون رسالة الفن، ولكن أنا بتكلم بقى على الفن الفلكلوري، الفنون الشعبية اللي تقدر تعمل لغة الحوار بيننا وتعيد هذا بيننا وبين الدول الأفريقية. تمام. هو للأسف إن حتى يعني الفرق القومية اللي كانت بتصرف عليها الدولة وحتى السيرك القومي كل دلوقتي أصلا يبدو إن الدولة سحبت إيدها من كل هذه الأمور. بنرجو نتمنى خلال الدولة تعود طبعا أن يعني تساهم في عودة هذه القوى الناعمة. لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء غير شكر الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، نائب رئيس تحرير جريدة المسا ورئيس القسم السياسي والعسكري. وأنا بشكركم وبشكر المشاهدين. شكرا جزيلا يا أستاذة سامية، وحوارنا القادم من القاهرة اقتصاد مصر، كيف يمكن أن تكون مصر من جديد جاذبة للاستثمارات داخليا وخارجيا وخصوصا عربيا مع الأرقام المستهدفة في الفترة القادمة. تابعونا. أكد هاني قدري وزير المالية أن الحكومة تعمل على توفير مناخ الاستثمار وتوفير مورد مستمر ومستدام ومستقر حتى ترتفع جودة الحياة للمواطن المصري. وأضاف قدري أن رجال الأعمال خاصة السعوديين والإماراتيين بدأوا يستشعرون الأمن والاستقرار في مصر خاصة بعد الانتخابات الرئاسية، وأضاف أن لديهم رغبة في توفير المزيد من المناخ لضخ الاستثمارات في مصر. وذكر أن دعوات خادم الحرمين الشريفين لعقد مؤتمر المانحين لمصر في الفترة المقبلة سيشكل أرضية صلبة لتقديم الدعم والمساندة للاقتصاد المصري وضخ المزيد من الدماء والقوة والأموال للاقتصاد المصري حتى يأخذ وضعا متميزا مع الاقتصاديات الصاعدة في العالم. وتوقع أن يحتل الاقتصاد المصري مرتبة متقدمة ضمن 20 اقتصادا في العالم. وتطرق وزير المالية إلى زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر واصفا الزيارة بالمهمة، وقال إنها أتت في توقيت دقيق يعكس مدى حرص خادم الحرمين على مصر انطلاقا من تقديره لمكانتها. يذكر أن الاستثمارات السعودية في مصر تمثل 27% من إجمالي الاستثمارات العربية التي تقدر بنحو 35 مليار جنيه. كما أوضح أن هناك فرص استثمارية أمام القطاع الخاص المصري في أكثر من 47 مشروعا صناعيا جاهزا للاستثمار. ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية المصرية، فقد بلغ إجمالي الدعم والمنح والتجارة البينية بين مصر والسعودية إضافة إلى التجارة البينية بين البلدين أكثر من 23.55 مليار دولار، وهو ما يعادل 165 مليار جنيه مصري. We'll be right back.
الأرقام المعلنة من الحكومة والمستهدف تحقيقها الحقيقة هي خطة لجذب الاستثمارات في تاريخ مصر مستهدفة في النصف الأول من العام المالي الجديد 2014 و2015، بتقدر مجموع الاستثمارات المستهدفة بحوالي 48 مليون دولار. زي ما قلنا مليار خطة مستهدفة داخليا وخارجيا. حجم الاستثمارات الداخلية المستهدفة 260 مليار جنيه، أي ما يعادل 38 مليار دولار. زي ممكن الأرقام دي تتحقق، والمناخ الاستثماري في الفترة اللي جاية اللي هيعتمد بالتأكيد على الاستقرار سياسيا، لأي مدى يمكن هذا الاستقرار يساهم في هذه الدفعة الاقتصادية؟ ده اللي هنحاول نعرفه من ضيفينا الكريمين في هذا الحوار. يشرفنا فيه الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس اتحاد المستثمرين وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ونائب رئيس غرفة البترول والتعدين. أهلا بحضرتك. أهلا بك. كمان معنا أيضا دكتور محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات. أهلا بحضرتك. أهلا بكم. ونبدأ بالدكتور محمد البهي، يعني البيئة اللي مفروض تكون موجودة في مصر دلوقتي لجذب الاستثمارات اللي بتحتاجه؟ والله اعتقد ان احنا عندنا فرصة النهاردة ما كانتش موجودة في يعني السنوات السابقة. بدأت طبعا بتوجه السيد الرئيس، احنا طبعا تشرفنا بمقابلته مرتين قبل الابان طبعا الانتخابات الرئاسية. انا بتصور ان النهاردة احنا عندنا فرص بدأت بالتوجه العربي تجاه مصر ودعمهم طبعا للمرحلة الحالية. الأمر بيتطلب مننا أخذ خطوات إجرائية أو تنفيذية فيما يتعلق بتحسين البنية التشريعية، حيثك تعلم أو كنا شفنا في الفترة السابقة اتخاذ إجراءات ضد بعض رجال الأعمال العرب والمصريين تجاوزت القانون حتى أو بدون سند أو حكم قضائي. أنا بتصور أن احنا محتاجين ننقي البنية التشريعية، وأظن الرئيس برضو وجه طبعا تشكيل لجنة للإصلاح التشريعي وتنقيط القوانين المتعلقة بالاستثمار، وده هيؤثر تأثير إيجابي في دعوة المستثمرين وخاصة المستثمر العربي، لأن هناك أشياء مطلوبة جدا، يعني زي مثلا التزام الدولة بحماية الاستثمارات الوطنية والأجنبية. أيضا مصر وقعت في الأربعينات من القرن الماضي على اتفاقية تسمى اتفاقية العهد الدولي بتمنع توقيع عقوبة بدنية على تعاملات تجارية، ومع هذا هناك كثيرون دخلوا السجن بسبب التعامل مع البنوك. عند النقطة دي تحديدا هي الدولة ما كانتش بتحمي الاستثمارات دي قبل كده، يعني انا قلت لحضرتك ان في فترة الحكم في العام الماضي تم منع رجال الاعمال من السفر او التصرف في الاموال، وتم اتهام اشخاص بعينهم وباسمائهم من قبل رئيس الجمهورية الاسبق في يعني ندوة علنية. السابق ولا الاسبق؟ الاسبق اللي حضرتك الدكتور مرسي اظن السابق. مع الاسبق لان عندنا رئيس جمهورية كان الرئيس عادل منصور. صح كلامك صح. بقى دلوقتي عندنا اتنين اسبق. انا بحاول اضبط عباراتي عشان تبقى مظبوط. كلامك صحيح. فاحنا شايفين ان لابد اولا من صدور بعض التشريعات. هناك ايضا قانون ملح اللي هو قانون الصلح الواقي او الخروج الامن من السوق كما هو موجود في امريكا زي شابتر 11-1 وشابتر 11-2، لان ما ينفعش ان حد يتعثر وكمان يسجن او يحبس، اللي هو زي الافلاس كده. زي قانون الافلاس الصلح الواقي ان حد يتخرج من السوق دون ان يوقع عليه عقوبة بدنية او سجن يعني. طيب دكتور محمد، عشان الارقام اللي احنا قلناها في البداية دي تتحقق، يعني 38 مليار دولار استثمارات داخلية، 10 مليار دولار استثمارات خارجية، شايف حضرتك ان البنية التشريعية كلها لازم تعاد هيكلتها بالنقاط اللي تفضل بذكرها دكتور محمد البهي، هي ضرورة حتمية؟ طبعا هي ضرورة حتمية. انا عايز اقول لك على حاجة. اولا بشكرك على الدعوة للبرنامج. نمرة اتنين، خلينا نتكلم بمنطق شوية. احنا بندعو للاستثمار، عايزين بلدنا تنهض وندعو للاستثمار، يبقى ABC البيئة للاستثمار لازم تتوفر سواء للاستثمار الداخلي او الخارجي. الارقام اللي حضرتك قلتيها is nothing، احنا عايزين اضعاف اضعافها، مش بنتكلم فيها بس، ونقدر نقصر على كده بين زي ما احنا قلنا البيئة دي نقدر نقول انها يعني ولا حاجة حتى لو اتحققت. لا خليكي معايا، اتحقق اكتر منها، خلي في عندنا امل وطموح.
مبدئيا لازم نصلح من نفسنا شوية. يعني البيئة التشريعية ديت ولا طبيعي، احنا عندنا قوانين بقى لها 50-60 سنة و100 سنة وطلع عليها قرارات من وزير ده ومن وزير ده ومن التاني ومن التالت، بقى في لخبطة، ودي بتأدي للبيروقراطية اللي موجودة بتستخدمها لوقف الحال. فاحنا عاوزين عملية غربلة لكل هذه القوانين ونشيلها على جنب ونحط سيستم واضح جديد. هذا السيستم الواضح الجديد بيقول حقوقك ايه وواجباتك ايه، سواء مستثمر او الاجنبي او المصري، نوضح له انت عندك ايه بالظبط. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لازم ان انا احميه بايه. مينفعش المستثمر يجي ينشئ حاجة وبكرة الصبح او بعد فترة اقول له اصل الوزير اللي مدرك ده كان غلطان واحنا هنعمل فيه ونسوي فيه نرجع لحاجة تاني. اسف، لازم نعمل قانون الحصانة. انت مش قادر، يبقى شكل لجنه مش من وزير، حط بقى فيها واحد قانوني واحد مالي واحد فني واحد استراتيجي، وهم دول الاربعه اللي يقرروا يخصصوا الارض او يدوا موافقه المشروع او يبيعوا الشركه اللي موجوده. بس يبقى في حصانه لها. ما ينفعش ان انت ترجع في كلامك تاني، يكون عندك مصداقيه للعالم كلها. ثلاثه، انك انت طب معلش عند النقطه دي تحديدا، معلش يعني طب ما هو كان في قانون بينظم الكلام ده، ولكن عن طريق الممارسه الخطا لهذا القانون. لا حضرتك، انا هقول لك اللي انت عايز تقوله. يعني قانون في قانون المزايدات، انا هبيع ارض حبيبي. هقول لك بس اخر حاجه، انت عايز تقول الكلام ده، عندنا قوانين بس ممارسه خاطئه. الممارسه الخاطئه سببها ايه؟ تشوه قانون. بمعنى ايوه ان انا عندي كذا حاجه ترتبت على بعضها، يعني طلعت قانون عدلته تاني عدلته ثالث، كل ده بقى بيبقى ثغرات لضعاف النفوس ان هم يستخدموها. لكن انا هلغي ده كله، تنقيه كامله. احط السيستم واضح ومعلن، ما اديش فرصه لواحد يقول لك اصل الماده الفلانيه والقرار الفلاني وده نفذناه وده لغاه وده جاب وده حط، كل ده كام ده. اكمل لك البند طيب التالت. البند التالت، البند التالت، لازم يكون عندك تحكيم قضاء. يعني حط المحاكم الاقتصاديه الخاصه بالاستثمار، لازم تفصل بين محاكمك اللي بتقعد فيها 10 سنين والمحاكم الخاصة بالاستثمار، لان انت عندك جزئية مهمة جدا ان انت السرعة والانجاز. لو انا عملت ده وده، انا اضفت بيئة جيدة تشتغل. ناقص عنصر تاني، ايه هو؟ عنصر علاقة العامل بصاحب العمل، ان انا احط له العمل الاجر مقابل الانتاج. واجباتك ضد حقوقك، انت ليك حق وعليك واجب. لو انا عملت الاربع حاجات دولت كبدايه، يبقى عملت انفراستراكشر قويه جدا، هتتيح للمستثمر المصري اولا انه ما يخرجش بره بلده، وهتساعد ان المستثمر الاجنبي يجي. يعني حضرتك شايف ان الاولويه ان المستثمر المصري ما يخرجش بره بلده الاول؟ طبعا. انت ما تستقليش بالمستثمر المصري. مصر النهارده فيها مستثمرين، بص كده شوفي، من غير 10 رمضان و6 اكتوبر ومدينه السادات وكام ده، البلد ما كانتش تعيش. دولت الحقيقيين اللي بيديروا البلد حاليا، دول اللي شايلين 70% الاقتصاد. والحقيقه ان هم ما يعني لم تخلوا اعمالهم من المشكلات اللي تاثرت بالاحداث في الفتره اللي فاتت، مشاكل العمال وقفاتهم الاحتجاجيه. انت ارعي دول، لو دولت انتجوا وتوسعوا انت هتبقى كويس جدا. طيب شايف يا دكتور محمد ان احنا يعني دايما باصين ان احنا في انتظار الاستثمارات الخارجيه اللي يعني تساعد مصر انها تنمو باقتصادها، يعني يعول على الاستثمارات العربيه تحديدا في هذه الفتره مع الدعم العربي والخليجي تحديدا لمصر في هذه الفتره، شايف ان يعني في تقصير في فكره خدمه المستثمر المصري الاول؟ هو طبعا اتفاقا مع اللي قاله دكتور محمد، اتصور ان طبعا يعني حضرتك في ظل الازمات المستثمر المصري او الوطني هو اللي قاعد، المستثمر الاجنبي دايما شنطه جاهزه للخروج او السفر. ومع هذا مصر بتحتاج في المرحله القادمه لاستثمارات مباشره طبعا لزياده الاحتياط النقدي، لان ده هيؤثر ايضا في سعر الصرف بما يؤثر ايجابيا على اسعار السلع لصالح الفقير حتى والمواطن البسيط. فانا بتصور اولا استهدافنا للمواطن العربي او المستثمر العربي اهميته ايه؟ المستثمر العربي يضخ فلوس حقيقيه في الاستثمار. الاجنبي وان كنا بنحترم كل تعاقدات الدوله مع كل الشركات اللي بتاتي الاستثمار، الا ان اغلبهم بيجي
اولا هو بيتعامل مع البنوك الوطنية لانه في الاخر بيصدر لك المخاطرة داخل بلدك، يعني هو جايب فكرة معينة وفكرة قد تكون داخل اطار معين في سلع استهلاكية او الى اخره، يستطيع انه يخرج بسهولة ويستطيع انه يترك المشكلة معلقة للبنوك المصرية. يعني كتير من المشاريع اللي اتباعت بمليارات تم الاستعانة فيها باموال مصرية لشركات اجنبية. المواطن العربي في الظرف الحالي هو الاهم، لانه بينقل اموال حقيقيه وبيخش يستثمر. الى جانب من الفرص مؤهله في المرحله الحاليه، هذا التقارب الموجود وهذه الدعوات اللي صدرها الملك عبد الله طبعا بعقد يعني مؤتمر المانحين، اعتقد ان هذا يعني فكره المانحين دي الحقيقه يعني ممكن اقف قدامها كتير جدا وما بقاش حاببها قوي. يعني اولا احنا بنشكر كل مسمى، يعني هي نوع من المساعده او صحيح. لا انا عايز احط يعني اضع الامر في نصابه الصحيح. فكره المساعدات دي يعني حضرتك عارف ان احنا كنا بنستهدف بنك يعني الدولي وعانينا كتير جدا وما قدرناش اخدهم ابان حكم السيد محمد مرسي. انا بتصور ان احنا جالنا 25 مليار هم ما علموش في البنك المركزي. المعنى هنا ايه؟ ان دايما المنح بتستنزف او تستهلك، لكن فكره الاستثمار المباشر ان حد يجي لك وزي ما حضرتك تفضلتي القيمه اللي قلتيها دي، وبرده يعني اتفاقا مع اللي قاله الدكتور محمد، مصر تستطيع ان تجذب اضعاف هذه الاموال. يعني النهارده لو عندنا الاموال المهاجره اللي في امريكا بس لو 50% 20% منها بما يعادل 500 مليار دولار مثلا، انت عارف حضرتك معدل تحصيل الضرائب على هذه الاموال او دورة رأس المال السنوية في العالم كله من 25 ل 27%. يعني 500 مليار دول ممكن يجيبوا اكتر من 120 مليار سنوية. انت عارف ده يعمل ايه؟ اولا يغير المنظومة اللي موجودة في مصر ويقلب الميزان بحيث ان ما يبقاش عندك عجز موازنة، يبقى عندك فائض موازنة، يحسن كل الخدمات الموجوده، يحسن احوال العاملين، يبقى عندك فائض. يعني تخيلي ان هيبقى عندك رقم تقريبا اربع او خمس اضعاف الضرائب المحصله حاليا. طب ده يعني حاجه بتدعو الواحد للتفاؤل، لكن اسمح لي اتجه للدكتور محمد. حضرتك سردت تقريبا اربع نقاط مهمه جدا عشان تحسين مناخ الاستثمار: حقوق وواجبات المستثمر، قانون الحصانه، قضاء سريع للاستثمار، علاقه العامل، قوانين لعلاقه العامل بصاحب العمل. كل هذه القوانين اذا وضعت في ظل بيئه انا اسف اقول اصلا ان هي دي بلدنا وعايزينها تنمو، يعني مصر في يعني مؤشر الفساد الدولي هناك ارقام مرتفعه جدا، مصر يعني طيب انا هقول لك اذا لم يقضى على هذا الفساد واذا لم نجلس معا ونعرف لماذا قامت ثورة 25 من يناير وثورة 30 من يونيو واتعملت نوع من العدالة الانتقالية للوصول إلى هذه السلسلة من الإجراءات، كل الفلوس اللي هتيجي من بره هيبقى مقالها. لا أنا هقول لك على حاجة، أنا هصحح لك شوية معلومات. تفضل. حكاية إن إحنا ناخد مساعدات من الدول العربية أو من غيرها أهلا وسهلا بيها، ولكن أنا هشبهها لك إن أنت فاتح حنفية والحنفيه ديت على المجاري وبيجي لك منها ميه وتروح على المجاري على طول. انا ما بتكلمش على المساعدة. واحده انا بس انا اقول لك اللي انت عايزه. في عندنا مصيبه كبيره جدا اذا ما اتحلتش انسى ان البلد ديت مهما جالها من استثمار، ان اللي بيجي ده مش استثمار، بيجي ده حل ازمات. يعني ايه حل ازمات؟ انت عندك اكبر مشكله الدوله واقعه فيها الدعم. 200 مليار جنيه سنويا رايحين في الارض بحجه ان احنا بنساعد الفقير، وده كلام ما هوش منطقي ولا صحيح خالص، بتضحك على نفسنا. الدعم موجه الدعم موجه للاغنياء، والدعم ده اول بوابه الفساد اللي انت عايز تتكلم عليها. ليه؟ لان الدعم الدوله بتجيب حاجه ب 10 جنيه تبقى حالك بجنيه، فبتخلق الفساد اللي بياخد الحاجه من الجنيه ديت عشان ايه؟ يهربها بره ويصدرها تاني ويبيعها في اي صوره، صوره تهريب، صوره منتج. مين قال كده؟ اكمل كلام. مش في بنود في الموازنه بيتحسب عليها مثلا المنتجات البتروليه على اساس الـ يعني القيمه البديله؟ الكلام ده مش صح، الكلام ده مش صح. لا ده قالها اقتصاديين يعني. لا 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 انا اسف، الكلام ده مش صح. طب تفضل. الخراب اللي احنا فيه كله من الدعم، لان الدعم ده غير موجه صح. ما تدعمش سلعه، السلعه بيستهلكها الغني والفقير وبيستهلكها صاحب المصنع وصاحب الكشك.
وعلى قد ما بيقدر عنده قوة شرائية بيشتريها. فالغني مستفيد بالدعم، 80% من الدعم راح للأغنياء والفقراء ما بياخدوهوش. أول حاجة تعملها إنك أنت ترفع موضوع الدعم، ما تلغوهوش، أنا هزوده بس أديه مباشر مش للسلعة، لأن السلعة دي خراب بتطلع محدش عارفها مين اللي بياخدها وراحها فين وكميتها ايه، محدش عارف عنها حاجه. طب حضرتك لو الغيت الدعم في سوق بتتميز مش انها سوق تنافسيه راسماليه، وفي ظل وجود هذه الاحتكارات الحاليه واذا انطلقت الاسعار، يعني يا بيه ما فيش اسعار هتزيد، الكلام ده مقوله ناس بدونها ما هم مش فاهمين. ايا كان انا مسدد حد اي واحد في الكلام ده. طب انت مثال بسيط، انا هقول لك، انا هقول لك من شهر لا 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 كان مثلا يا بيه المصيبه اللي عندنا ان انت اساسا انت اللي مخفض السعر، انت اللي مخفض السعر، انت بتجيب السلعه ب7 دولار ب7 جنيه بتبيعها ب2 جنيه، انت اللي مخفض السعر، انت اللي خالق المشكله. انما انا عايز اقول لك الحاجه، انا بصدر الغاز بتاعي لبعض الدول بسعر يقل عن السعر المحلي. مين قال لك انت بتصدر؟ يعني احنا مش بنصدر دلوقتي الغاز دلوقتي، مين قال بيه؟ امال احنا تحولنا ازاي؟ انت بتستورد غاز النهارده مش ايوه بتصدر. ما انا بقول يعني مش لسه الخطوط بتاعتك. مين قال لك كده بيه؟ انت ازمه الطاقه اللي عندك ما بقاش جامد تصدير، أزمة الطاقة جاية من إن أنت ما عملتش تحسين في الإنتاج بتاعك، ما عملتش توسعات للاستكشافات بتاعتك، إن أنت ما رشدتش الاستهلاك بتاعك، أنت ما عملتش حسابات خالص. طب وده المواطن إيه بقى؟ أنا مش أنا بقول المواطن النهاردة أنا يعني بديله حق تمن كل يعني أنا هديله حقه طبعا. كله بالكامل مباشرة، أنت لازم تفهمني، أنا بزود الدعم مش بلغيه، بس طريقة صرفه هي الغلط. ما تروحش تدعم سلعة ماشية في الشارع محدش عارف لها أصل، بياخدها اي حد، فانت الدعم موجه لمين؟ للي ياخد سلعه اكتر. انت وجه الدعم بتاعك للفقير مباشره، وما تديش للغني، وسيب السلعه زي ما هي، ما عمره ما يحصل عندك ازمه. هو انت في عندك ازمات في السلع العاديه اللي موجوده في السوبر ماركت؟ عمر عندك ازمه في حاجه؟ لا بس اسعارها بتزيد بمعدلات غير مبرره يا باشا. ما كل حاجه لها سقف، كل حاجه لها سيلينج. اديك مثال، مثلا من شهر واحد مثلا كان كيلو الدجاج الابيض مثلا بحوالي 15 جنيه ونص اصلا، النهارده ارتفع ل 19 اصلا. المواطن من حقه انه يعرف ليه الارتفاع ال 4 جنيه ده في الكيلو كويس. مثلا دي حاجه، دي حاجه انا هقول لك حلها ايه ديت يا بيه، في حلها حاجه انا مع حضرتك في الدعم، ولكن السيطره بقى على الاسعار المتناميه دي مع عدم وجود يعني هامش برضو للموظف او للعامل او لاي صاحب مهنه حره ان مهنته ما بتزيدش بنفس المعدل. احنا اتصلنا وقلنا لك هندي الدعم مباشره. الله، يعني انت هنقول انت بتستهلك، الراجل الغلبان ده بيركب عربيه؟ عنده عربيه؟ مش عايز دعم خالص بس اكمل كلامي على السوق. اكمل كلامي، الراجل الغلبان ده عنده عربيه؟ لا طب حلو، دعم البنزين رايح لمين؟ رايح للي عندهم عربيات. غلط. يبقى لازم انا عايز دعم الغلبان ده اديله الدعم في ايده. دعم البوتاجاز او السولر والحاجات دي رايحه لمين؟ راح للناس اللي هم عندهم مصانع وشركات بيستخدموا الحاجات دي بكميه كبيره جدا. يعني انت عايز تقول لي دعم الطاقه الغلبان مستفيد منه؟ طيب احنا يعني دعم الطاقه كله رايح للناس الاغنياء. الدعم طبعا هو موضوع مهم جدا، يعني خصوصا لو اتكلمنا عن النقطه اللي اثرها اشرف وحضرتك رد الامثل عليها، استغلال يعني الفساد ويعني القضاء عليه بما يفيد. ما انا ما كملتلكيش بقى، انا بقول لك الدعم ده نقطه لازم نقفلها. عشان ايه نقول ايه؟ الاستثمارات اللي تيجي ما توجهش للدعم. تمام. ان انا ما احطهاش عشان اجيب بها. طيب افهمناها وفرنا. انا عاوز احطها في استثمار جديد. يعني ايه استثمار جديد؟ يعني افتح مشروعات تشغل ايد عامله تدخل تعظم الربحيات بتاعتنا تعظم دخلنا، يقوم كده الاقتصاد بتاعنا يتوزن ويبقى كويس. طيب انما انت دلوقتي عامل زي اللي ايه بيديله سمكه ومعلوش اصطاد. ده ينطبق على الاستثمارات الداخليه والخارجيه كله. طيب خلينا نتكلم عن الاستثمارات العربيه تحديدا، يعني بما اننا يعني في انتظار يعني هذا الدعم العربي اللي بيعبر عن دعم مصر سياسيا في هذه الفتره. وينضم الينا هاتفيا الاستاذ احمد صبري درويش الامين العام للجمعيه المصريه السعوديه لرجال الاعمال. اهلا بك يا استاذ احمد. اهلا وسهلا ومساء الخير، ومساء الخير على الساده الضيوف. اهلا بيك. الجمعيه الحقيقه اكدت انها بصدد عقد مؤتمر خليجي برعايه ودعم سعودي نهايه السنه دي سنه 2014، وعندكم خطه لدعم الاستثمار في مصر. ملامح هذه الخطه وخصوصا انه يعني في ارقام مستهدفه تحديدا
ان مصر تحققها خارجيا فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية، والمتوقع ان يكون الجانب السعودي ليه قدر منها؟ لاحظ احنا يمكن لما اتكلمنا على مؤتمر احنا اتكلمنا على جزء من ورشة عمل لمؤسسة تمويل خارجية هي جاية بنعرض عليها 20 مشروع في القطاع الخاص، انما المؤتمر الخارجي ده اللي هيبقى بنهاية العام ده مؤتمر هيبقى على مستوى دول الخليج، وهيبقى مؤتمر بالذات بعد انتهاء خريطة الطريق واكتمالها بالانتخابات البرلمانية، زائد مؤتمر المانحين اللي هو احنا ما بنقولش عليه بقى مانحين، خليه مؤتمر اصدقاء مصر، وده لسه ما تحددلوش اي توقيت. طيب استاذ احمد، يعني تعتقد انه مسألة الاستقرار السياسي في مصر هتكون شرط وحتمية لتنفيذ كل هذه الخطط على الأرض؟ لأن لو كلمنا عن حالات التدهور والتراجع في السنين اللي فاتت كان حالة عدم الاستقرار بتلعب دور رئيسي فيها، في الفترة اللي جاية في شرطية للاستقرار السياسي اللي احنا أصبحنا على أعتابه، لكن مسألة أيضا الاستقرار الأمني. أي استقرار هيساعد على جذب الاستثمارات، انما كل الانتخابات في مصر وبعد انتهاء خريطة الطريق وبعد الانتخابات البرلمانية احنا شايفين ان ده هيبدا يبقى فيه طلب كتير على فرص استثمارية في مصر، بس احنا دايما يعني بان عرض الفرصة الاستثمارية بحد ذاتها يبقى بطريقة كويسة بالبداية عشان يتخذ القرار. من عرض احنا وزير الاستثمار بيتكلم ان بنهاية العام احنا مصر مستهدفة استثمارات ب 34 مليار، عايزين نشوف المشروعات دي هي شكلها ايه، وده اللي احنا مستهدفينه من وزارة الاستثمار، لان المستثمر بمجرد ما لقى الفرصة مكتملة بالنسبة له سهل جدا علينا هو يتخذ القرار. ومصر دولة دائما وابدا هي دولة جاذبة للاستثمار بالذات مع المناخ الجديد ان شاء الله. طيب يعني دكتور احمد، كنا بنتناقش الدكتور محمد البهي اثار نقطه مهمه قوي، هي نوعيه المستثمر اللي احنا تعودنا ان هو يجي مصر خلال الفتره الماضيه او ما قبل الثوره تحديدا، هو مستثمر بيستخدم الفلوس بتاعت البنوك المصريه في شراء مشروعات، وبعد كده هو اصلا شنطته جاهزه. الاجنبي مش العربي. الاجنبي يعني بالنسبة لعمر افندي استخدمت برضو فلوس بنوك مصرية عموما يعني بيبقى معتمد شوية مش على الانتاج، على انه بيشتري مثلا شركات معينة، مستثمر بيهتم بالاقتصاد الريعي اكتر من الاقتصاد الانتاجي، اللي يضمن لنا خلال الفترة الجاية ان احنا نجتذب نوعية جادة من المستثمرين. لا يعني انا تعليقا على الجزئيه دي، هو متهيألي الدكتور محمد علق ان هو لا هو بيتكلم على المستثمر الاجنبي. نعم. وجزئيه عمر افندي هي يعني منظوره قدام القضاء وفيها حكم قضاء نهائي وانتهى، ف يعني مش عايزين نعلق على الجزئيه دي ونخلي الموضوع ده جانبا، انما لو حضرتك بتتكلم على الاستثمارات العربيه انا بتكلم على نوعيه المستثمر اللي محتاجاه مصر خلال الفتره الجايه، هو ده مش محتاج رؤيه من دوله عايزه نوعيه معينه من المستثمرين، منتجين على الاقل مش جايين مثلا يستثمروا في اقتصاد ريعي مثلا يشتري عقارات ويسيبها يسقعها وبعد كده تتباع حاجات زي كده، احنا عايزين نوعيه جاده تنتج البان وتنتج جبن وتنتج ثروه حيوانيه، نبقى زي الدول اللي هي بتنتج غذائها بنفسها. انا هعلق بتعليق بسيط على كلام حضرتك، هو مين اللي قال ان احنا ما عندناش استثمارات زراعيه من اكبر مجموعات شركات زراعيه في مصر هي شركات خليجيه؟ لا عايزين اكتر يعني. طب ما زياده الخير عشان ما نستوردش. وزير التجاره والصناعه معالي منير فخري عبد النور اعلن عن ان المراعي بتستهدف ان هي تدخل السوق المصري، وحتى 400 مليون دولار للسوق المصري لوحده، سواء من كان الاصلاح والاستزراع او ان هم عندهم مزارع البان جديده، لان هم كانوا استحوذوا في 2008 على بيتي، فما حدش قال كده. دي حاجه. الحاجه الثانيه هو مين اللي بيحدد نوعيه الاستثمار؟ انا عايز اقول اللي بعرض الفرصه، مش انا اللي بعرض الفرصه الاستثماريه، طب حضرتك اعرض عليها الفرصه الاستثماريه اللي انت أيوة. ان هي هتدخلك ايا من كان سؤال. طيب مش دي رؤيه، مش رؤيه الدوله، مش رؤيه الدوله هي عايزه نوعيه معينه من الاستثمار.
يعني طيب دكتور طب انا اقول لكم ابقى معي طب علق على الحته دي. طب اتفضل. اول حاجه قلتها لحضرتك المهم الفرصه اللي بتتعرض عليا عشان انا اتخذ قرار. ايوه وحضرتك اللي بتعرض الفرصه الاستثماريه انا متلقي للفرصه بتاخد قرار عليا كلامك صحيح ولا لا. كلامك صحيح تمام. الأستاذ أحمد صبري رئيس الجمعية المصرية لرجال الأعمال كنت معنا على الهاتف، شكرا جزيلا لك. حضرتك كان ليك أنا أقول لك على حاجة. فكرة إن أنا أقول المستثمر جاي عشان يشتغل في حاجة غلط ولا يشتغل في حاجة ويقربه ويمشي ده مش موارد خالص. إحنا عايزين نقول إحنا عندنا بنعمل نخلق بيئة للاستثمار، هذه البيئة محددة بقوانين ولوائح وواجبات وحقوق. مين هو اللي جاي مش مشكلتي، عاوز يعمل ايه هو بيخضع للقوانين بتاعتنا احنا. احنا حاطين نظام نقول اللي هيستثمر في كذا هيعمل 1-2-3-4 وعندنا مشروعات اي 1-2-3-4. لو انت عندك مشروع خاص بيك اعرضه علينا. فين هو ده فعلا؟ لا اعرضه علينا واهلا بيك. ايوه كل اللي احنا عايزينه ايه اللي انا عايز اقوله احنا عندنا الرؤيه دي كانت طبعا موجوده من زمان. ايوه انا عايز اقوله لك بس احنا عايزين نحط في الاعتبار مش الرؤيه دي بقى كانت بتقفل حاجه. انا عايز احط سيستم جديد اللي هو وين اند وين. لو انا عملت كده وين اند وين يعني كل واحد جاي مستثمر لازم يكسب، مش جاي عشان يساعدني. انا ما بطلبش من حد مساعده، انا جايب عشان يستفيد وانا هستفيد. طب انما انا جايب واحد عشان يخش يفرض عليا حاجه ويساعدني مش عايز اساعد حد، مش عايز مساعده من حد. دكتور محمد انا بخلق له الفرصه اللي يكسبه تمام وانا اكسب زيه. تمام لو عملت كده مع الناس كلها خلاص ما عنديش مشكله. دكتور محمد باهي بتتفق مع الدكتور محمد سعد انه القضاء على منظومة الفساد تبدأ من أول إعادة توجيه الدعم والتأكد من وصوله بالفعل للمستحقين؟ لأن دي المعضلة اللي يعني إحنا بنتكلم عنها والآراء فيها بتختلف ودايما بيبقى الخوف فيها مش بس على محدود الدخل، على الطبقة المتوسطة اللي يعني كتير منها فعلا بينطبق عليها يعني لقب محدود الدخل. بص حضرتك هي الملفات كتيرة يعني مش عايزين نختزل الأمر في شيء واحد. موضوع الدعم ده موضوع مهم جدا والملف لابد انه يتفتح ولابد انه ينتهي في فتره قصيره جدا ويتعمل له جدول بحيث ان احنا نرفع الدعم تدريجيا. شايف ان هو فعلا بدايه القضاء على الفساد؟ انا بتكلم على انه جزء، لكن انا عايز اقضي على الفساد في اشياء اخرى. اولا حضرتك اشرت لاكثر من نقطه. اول حاجه ان احنا اغفلنا العامل المصري لسنوات طويله ولم نربط اولا معدلات الاجور بالتضخم او حتى بسله الغذاء. يعني النهارده حضرتك واحنا بنقترح حتى حد ادنى للاجور انا بقول ان ده حتى لا يساوي يعني تكلفه حتى طبق سلطه لعيله صغيره. يعني عشان كده لازم الامر ده يمشي جرادولي مع نفس فكره الاصلاح. هنا ايه؟ ان لابد يبقى في نوع من السلام الاجتماعي داخل المجتمع لو انت عايز تستثمر او تستهدف مستثمرين اجانب. ده موضوع مهم جدا. الموضوع الاخر يتعلق بفكرة الشباك الواحد عشان تقضي على الفساد. احنا عندنا النهاردة اللي بيشتغل في المجال او بيفتح مشروع صناعي بيحتاج اكتر من 22 موافقة من جهات سيادية، وده ايضا بيفتح باب الفساد عندما تتعامل مع جهات عدة وهناك تعارض شديد جدا بين الوزارات. الوزارات بتعمل كجزر منعزلة، ده موضوع اعتقد انه بيؤسس لفساد. الشيء الاكبر الموجود في مصر ويجب ان احنا نفتحه كملف وده بيحتاج حلقة كاملة هو الاقتصاد الموازي. انت عندك في مصر اقتصاد غير شرعي يمتص كل الدخل الموجود في الدولة، عندك 60% من القطاع لا يسدد ضرائب على الاطلاق. البعض شايف انه ليه ميزة انه بيساهم في تشغيل يعني عدد من الناس اللي ارجوكي يعني ما تردديش الكلام ده، ده كلام يعني انا على الاعداد المتزايدة من البطل يا فندم. لا هو حضرتك النهاردة هذا الاقتصاد يعني اللي عامل النهاردة مشروع مصنع بير السلم ده لما تيجي تقنن الوضع هيقفل بكرة الصبح؟ ما هو شغال. هي القضية بالنسبة له ان هو استحل زي ما قال الرئيس حتى في لقائنا معاه ان بقى في نظرية غريبة في المجتمع. زمان كان حد ممكن يرتكب مخالفة عشان يأكل ولاد، دلوقتي اللي معاه مليارات بيحاول ان هو يزيدها عن طريق التهريب او دخول سلع بفواتير مصطنعة. يعني في اشياء كتير جدا في المجتمع المصري تحتاج إرادة دولة. إذا كنت بتستهدف زيادة الموارد لابد أن تقضي على هذه العشوائية الموجودة في السوق. وبعدين على فكرة دي بتكبر معاه ده طبعًا. اللي هو اللي تحت بير السلب ده هو اللي بعد كده بيبقى شركة وبيبقى حريف تهرب. ده هو مش شركة بس يا فندم، ده هو اللي تحت بير السلم ده دي منظومة كاملة. يعني هو بيشتري من مورد خدمة أو خامات لا يعتمد الفاتورة الضريبية، بيبيع في أسواق. عندنا في مصر 1200 سوق لا تعتمد الفواتير، فأنت عندك أموال بتتحرك في كراتين أو شنط ولا تمر عبر القنوات الشرعيه ولا تؤثر. طيب دكتور محمد احنا بنتكلم اهو يعني بص حضرتك دوله اللي بيقوله محمد بيه ده عين العقل، وده علاجه حاجه واحده بقرار صريح اعتماد الفاتوره. يعني ايه اعتماد الفاتوره؟ ما هو اي فاتوره
مصروف ليا هي ايراد لصدر الفاتوره. زي امريكا، امريكا عندها الفاتوره ديت مقدسه، هتشتري بسنت هيديك فاتوره. كل واحد عنده الماشين بتاعته والماشين دي خلاص. حضرتك بتتكلم عن منظومه عالميه، اتكلم عن حاجه ونط ليه ما نعملهاش عندنا؟ انت النهارده بما انت سمعت، انا باجي عندي في شركه وعندي مجموعه فواتير، سين انا مصروفاتي في البدايه بتاعتي 100,000 جنيه، يقول لا ال 100,000 جنيه دولت مش هعترف بيهم. ليه يا سيدي؟ ان هم نصهم ماشي فواتير صح. انا هعتبر دول بس. طب ليه؟ هو كده. طب انا هعمل ايه مع الناس ديت؟ ما هو انت لو انت اثرت ان احنا لو اعتمدت له كل فواتيري وانا اجيب لك البيان بتاع الراجل ده عندي، انت خفضت من عندي 50,000، هم ايراد للاخرين، فانت دخلتهم غصب عنهم معاك في المنظومه وهتاخد عليهم الضرايب. كده يبقى انت دخلت 60% بكده. طب ده صعب احنا نعمل الكلام؟ ما مش فاهمه. احنا بلدنا كلها ما فيش حاجه صعبه، كلها مجموعه قرارات. وانا بتوسم خير في المشير السيسي لانه ده راجل صاحب قرار، يعني ده قائد. القائد عندنا بنقول اقدر اشتغل لوحدي، كم كلام بس، لازم بمساعدة. القائد عندنا، القائد عندنا احنا بنقول فيه ايه؟ صاحب قرار في وقت مناسب وقادر على تنفيذه. ايوه خلاص، هو عمل كده، اخذ قرار مناسب في وقت مناسب واشرف على تنفيذه بما لا يضر المجتمع. ما دام عمل كده يبقى ده راجل قائد، احنا عايزين منه كده. هو النهارده بقى رئيسنا، مطلوب منه ان هو يستخدم حكمته في اتخاذ القرارات صح، يجيب المجموعات كلها يستشف منها اراء وياخد القرار الصح وينفذه فورا. لو عمل كده اؤكد لك ان احنا هنقفز، مش هنمشي ولا نجري، هنقفز. في لقاء ليكوا تاني مع المشير السياسي؟ انا عندي لقاء معاه بكره بالمناسبه، يوم الاربعاء، مش بكره، يوم الاربعاء، لان عندي لقاء مع الاربعاء. يعني بنتمنى ان انتوا تكونوا يعني خير يعني خير مساعد للرئيس في اتخاذ قراراته، لانه زي ما قال هو مش خبير في الاقتصاد، مش خبير في لا لا لا، هو راجل مستمع جيد، هو مستمع جيد، واضح انه خبير جدا، خبير في الاقتصاد. اولا هو فكرني بعد اذن الدكتور محمد، اولا فكرني بمهاتير محمد. خلي بالك هناك اشخاص غيروا وجه الحياه في دول كثيره، وحضرتك اكيد قريت او ذكرت هذه التجارب السابقه. هذا الرجل لديه اجنده، بيكتب كل الملاحظات اللي بتقال ليه، مذاكر كل الملفات. يعني احنا فاجئنا في اللقاء انه مذاكر كل الملفات تتعلق بالصناعه والاستثمار. ده شيء مهم جدا ان يكون حد ذهنه حاضر، وانا بتصور ان اراده شخص واحد ممكن تغير هذا المجتمع زي ما عمل مهاتير او لولا دي سيلفا في البرازيل. يعني دي تجارب تمت بواسطه اشخاص. يعني اتمنى فكره الفواتير دي تكون على اجنده الفواتير. وغير الفواتير، انا متاكد ان المشير السيسي سياده الرئيس هيغير مجرى الحياه في مصر. صحيح، لان هو انا قعدت معاه قبل كده 3 قعدات، القعده الرابعه هتبقى بعد بكره. وانا متاكد ان هو بيستمع جيد جدا، وعنده عقليه مش سهله انه يقدر يتخير الصح من الغلط، وعنده بقى المقدره على انه ياخد القرار في وقتها ويمشي بعد تنفيذه. هو ده الميزه اللي فيه. ممكن اي حد تاني يقتنع بكلامك بس مش هياخد قرار ومش هينفذ. نشكركم، شكرا جزيلا دكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس اتحاد المستثمرين وعضو مجلس اداره اتحاد الصناعات، الدكتور محمد البهي عضو مجلس اداره اتحاد الصناعات. شكرا لحضراتكم جدا. شكرا جزيلا لكما، شكرا موصولا لكم مشاهدينا. تابعتم معنا هذه الحلقه من برنامج من القاهره، غدا برنامج جديد، موضوعات جديده، فريق عمل جديد، ضيوف جدد. كونوا دائما مع قناه اميل.